هلو جايز، اليوم جايب لكم جيم بلاي عن اللعبة اللي عملت ضجة عالمية كبيرة، لعبة أثارت حب الملايين، عملت أرباح برشا، لعبة عالمية لدرجة ما تنجمش تتخلى عليها. أكيد تعرفوها، وفما منكم شكون لعبها على البيس 3 أو البيس تا، لعبة ياسر تحفونة باش تعجبكم. الحكاية من الأول، في عام 1292 ماركو بولو خرج من الصين ومعه 14 سفينة معبية بأكثر من 600 راكب. بعد 18 شهر السفينة واحدة بركة بقات وبقى منها 18 راكب، ومن وقتها حتى حد ما يعرف وين بقيت السفن والركاب، وتبدأ بعد الحكاية بتاع اللعبة. بطبيعة هذه الديمو بس برشا منكم عملوا تليشارجموه من ستور ولعبوها، وان شاء الله اللعبة تهبط في الأسواق نهار 8 أكتوبر اللي هي الكوليكسيون بتاع ذا نايثن دريك، وتلم الآن والتروا، واللي ما لعبش واللي ما لعبهمش توا تلقاهم في سي في واحد. نحكي توا على الشخصيات اللي في اللعبة. تقاو دريك اللي هي الشخصية في اللعبة، هو بطل السلسلة، ذكي وعبقري ويخدم في لم الكنوز والتحف. ومن بعد نقاو الطفلة صغيرة اللي هي تحب تعمل على روحها، طفلة بارعة وضعيفة نوعا ما لكنها تكسب خبرة ومهارة. ومن بعد نقاو صاحب دريك الرجل الكبير، وهو حكيم وناصح رسمي في اللعبة، يملك حس المغامرة والاستكشاف ويحب يعاون أصحابه. ومن بعد يجوا اعداء دريك والمرتزقة اللي هما ديما باش يقفوا في طريقه. وبالنسبه للجرافيك ياسر طيار في اللعبه، باش ترى برشا حاجات تحس روحك بالرسمي في الجو بتاع اللعبه. بطبيعه تقييم اللعبه في المواقع العالميه اخذت توا اللعبه 9.1. ياسر لعبه تحفونه، ننصحكم ان شاء الله تاخذوها، ان شاء الله كتاب يعبط السيدي ان شاء الله. توا نخليكم مع الجيم بلاي، بطبيعه باش نحط ايزي، نخليكم توا مع اللعبه هذه. That was unpleasant. We must have hit a generator. Give me a hand. Just a little more. Nate, move! It's no good. I'm gonna have to fix the power to get you out. You gonna be okay? Yeah, I wish I'd brought something to read. Looks like the circuit breaker's on the top floor. Just sit tight, I'll take care of it. Great. Power's out and girl's trapped. I swear to God, if there's a zombie around the next corner... بيو حل هناك في العادة بشي فيه. Ugh.
هاي ولا لا يمشي عاد الشاب تتحشمني شوف هي النمر There, come on. Hey, yay. She goes. Oh, the lighting is a bit too much. I've been like a druid, okay, this way. And still more climbing. Yeah, that's usually how it goes. Well, here we are. Now we just gotta find the right temple. Well, that may be easier said than done. No, tell me about it. Maybe we can... Oh, bingo. Here it is. That's the one. Yeah, it's gotta be. The one in the middle of all the gunfire and explosions. Yes. Nate, that's right where Lazarevich is camped. I was hoping we'd be headed in the opposite direction. Well, desperate times, right? Drake has been spotted in Sector 18. Oh, crap. Any chance this is Sector 19? Sweep the city, find him, and take him out. Son of a bitch. All right, time to go. Come on, Nate, let's get moving. وراها يا معلم. Damn it. How the hell do we get across? من من Stop!
they doing? This isn't good. Ah, crap! It's going down! We were almost in that. This way, come on. وهكا يكون كملنا الجيم بلاي بتاع اللعبة. كان فما حاجة ناقصة تنجموا تقولوا هنا على اللعبة، انتقاداتكم شنو بالضبط عجبتكم في الجو، واللي يجربها ينجم يحكينا. كان فما انا حاجة ناقصة قلتها ينجم يفحها هنا، ينجم يبيعها في الكومنتريات. وبربي ما تنسوا لناش اللايك والسبسكرايب والشير. سي يو جايز، ان شاء الله في الفيديو اخر.